سلام البنات، في فيديو جديد اليوم راح نديرو مع بعض صابلي تاع حلوة الترك اللي كنت شاركته معكم في الفيسبوك، وكامل جربوه وكامل نجحوا فيه. راح نديرو لكم باش اللي ما يعرفنيش لا ماشي داخل في الجروب تاعي يجربوه تاني. بالنسبة لهذه الوصفة واش نسحقوه؟ نسحقوه 150 غرام تاع حلوة الترك. انا استعملت هذه، ماشي دائما تقدروا ديروا تاع الميزان، هذه ترفد 150 غرام. واش ندير لها انا؟ يا تفتتوها دي فوا تجيك شغل فيها خيوط خيوط. الوغ انا واش ندير؟ نسكرفدها نسكرفدها بالرقيق. فوالا، عندي هنا فنجان ما يعادل 3 مغارف كبار تاع السكر الناعم، عندي هنا 500 غرام تاع الزبده، راح ندير هاد الباطا تاع 500 غرام، عندي هنا يا مغرف صغيره ماشي معمره تاع لالي فيغ شيميك باش ما يتبدلش بزاف الشكل تاعها، عندي فارينه للجمع. نبداو نديرو الزبده. نضيف السكر، بالنسبة للسكر الناعم انا ضفت مغرف صغيرة تاع لافاني، ما ندير ما فيهاش البيض مغروسات، مي بصح يعطيها الكو هذاك تاع لافاني والرائحة. نزيد نضيف حلوة الترك باش من بعد كي نسخي يديا عندي باش نوجدها برك الخميرة. هكذا نخلطهم مع بعض. ندير شوية فارينة والخميرة، ما فغير بالها هاد المرة، ما فهمتش علاش نسيت. الخميرة ضروري الواحد يغرب لها باسكو تولي تكون تلقاها شغل كويرات كويرات، باش ماشي الصابلي تاعنا يجي منفخ جهة على جهة. نضم حتى تتشكل كرة، هاي ديك بعد ما طبيتها تولي ما تلصقش في يدكم. نحكمو شوية، نحكم شوية، نبدا نحلها. هاد الصابلي يجي بزاف هشيش، يجي رائع، اللي جربوه كامل على بالنا بلي صح يجي بنين. بالنسبه للديكور، ديكوريوه كيما تحبوا، كيما انا وريت لكم راني درت به شحال من شكل، كل مره نبدع فيه، يعني نمد لكم لاباز وانتم ما الديكور يقعد ليكم. طاسني عادي كيما الصابلي، الطابع اللي حبيتوه، السمك اللي حبيتوه. ندخلوه يطيب على نار متوسطه، ما نقدرش ماشي نقول لكم انا النار بعد تتحرق لكم، كل واحد والكويزينيا تاعو يعرف لها، مهم نار متوسطه. كي يطيب من التحت نشعلو له شويه يصفار من الفوق ونطفوه. هاديك صابلي بعد ما طاب كما راكم تشوفوا، طيبتو شويه من التحت ومن بعد كي طاب حمرتو شويه من الفوق. دوكا راح نلصقوه بالكونفيتور، تحبوا تلصقوه بلا كريم او بيغ، تحبوا تلصقوه بالنسلي، الخيار يبقى ليكم. كيما قلت لكم الديكوراسيون والشكل، الشكل تاعهم يعني مدور ولا طويل ولا كيما حبيتو، هادشي يرجع ليكم. انا مديت لكم العباط، هذا ما كان الخير والحبيبات اللي يكونوا قد بعضاهم. مثلا عادي هاد المرحله كامل الناس يعرفوها حتى المبتدئين. شوفوا عبست عليها غير شويه تكسرت لي في يدي. انا انتم خدموا بالعقل باش تشوفوا بلي هاد الصابلي بزاف مليح، بزاف هش فوق ما تيماجينا. هاد الحبارة نسي نغلق عليها بالعقل،
راح نكمل الصحون كامل ونجي نقراصيهم. دوكا عندي شوكولا الوجدان دو بتاع في كل باطة تاع الوجدان، عندكم جوج مغارف كبار تاع الزيت، وجدان تاع الحليب دو بتاع لحم مائي اكيد كما راكم تشوفوا. ودوكا انا شوفوا انا لا كومونت تاعي ماشي كاع هكا، مي بصح مادام راح ندير لكم ديكور سامبل لي تلقاوه في الفوتو كوفرتور بيان سور، باش ما تقولوش خرجتنا كامل على لا فوتو مانغري انا مانيش حاجه نديرو هكايا، بصح ما عنديش نوريلكم. انا عندي كومونت تاع عريس وعروسه راح نديرهم هكاك فاصون تاع عريس وعروسه. دوكا بعد ما تنشف اكيد عندي لابوش هذه تاع سيليكون، نجي ندير خطوط سي ندورها هكا شويه ليا باش تساعدني، هي مازال ما نشفت لي مليح انا يعني راني مزروبه عندي خدمه عفوا انا مازال ما نشفتش نخليها تنشف. المهم انا عندي هنايا تحبوا كاوكاو تحبوا بيستاش تحبوا اي حاجه رمتها في هذاك الملمع الدوري، راح ندير هكا من الفوق دوكا يبردد كي تكون سخونه مازال ما جمدتش الشوكولا التحتانيه الخطوط اللي من الفوق ما يبانوش. فوالا انا كملتو كما راكم تشوفوا، ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم يا البنات. نتلاقى في فيديوهات جدد مع وصفات جديده او على خير.